الوطني التونسي. مشاهدينا الكرام، متابعي القناة الوطنية الأولى، أحباء الرياضة، مرحبا بكم إلى هذا النقل المباشر من الملعب الأولمبي برادس. بعد لحظات ينطلق لقاء المنتخب الوطني التونسي لأقل من 20 سنة، يعني منتخب الأواسط والمنتخب الجزائري الشقيق. الأولوية لأمير الزيتوني على حافة الميدان. لكن خالد تمير، شكرا لك شكيب. معي عماد المهذبي المدرب المساعد للمنتخب الوطني التونسي الأواسط. عماد يظهر ديربي عندنا ممكن اسبقيه المنتخب الجزائري في لقاء الذهاب، لكن كل شيء ممكن اليوم، سيتو كي نعرفوا ان لعبنا مع الجزائر زوز لقاءات وديه قبل المواجهه هذيا، وكنا ربحنا وعملنا تعادل. وحتى لقاء الذهاب يمكن الهدف الثالث ممكن بونتو جاج يخلينا نتاملوا في الترشح اليوم، حتى 2-0 تعدينا. أكيد واحد من الناس عندي ثقة كبيرة في الولاد اللي عندنا باش يعملوا رياكسيون اليوم. كان ما جاش عندنا ثقة، علاش جايين باش نلعبوا؟ قدرة ربي باش نلعبوا على حدودنا لآخر لحظة، وعندنا ثقة في الولاد نتاعنا إن شاء الله يعملوا رياكسيون. ليسونسيال لونتام دو ماتش يكون باهي، نحاولوا نسجلوا في ال 20 دقيقة 25 دقيقة الأولى، وديما نقعدوا متوازنين في فوق الميدان إن شاء الله بقدرة ربي ما فما كان الخير. وانا الشيء اللي حكيته كسواء انا ولا سي محمود ولا الاخوان الكل اللي معانا في الستاف، كونوا ما نخليو حتى حبه عرق في التيران، وكان ربي مقدرنا باش نترشحوا تو نترشحوا ليسونسييل، كونوا ما نخليو حتى حبه عرق، حتى الناس اللي جات تتفرج، حتى كي لا قدر الله كان ما مشيناش بعيد، ناس تقول لك هذوما عملوا كل شيء والكره ما حبتش، هذاك شنو نحب نراه في التيران اليوم، وبقدره ربي كان راهو الجرينتا اللي نعرفوا عليها اولادنا، بقدره ربي ان شاء الله فما كان خير. كلمه عماد، لعبه اليوم في رادس. لعبة في رادس وفرحنا به برشا مرشوات
التيران هذايا كيما الجو ميديترانيان كيما كوب دافريك 2004 ان شاء الله 2018 مع الترشح نتاع الفريق القومي لكاس العالم ان شاء الله احنا ليكيب ناسيونال جونيور نزيد نفرحوا التوانسه الكل. ميرسي يا عماد وبالتوفيق ان شاء الله نرجع لك كلمه شكيب. شكرا لك امير الناشدين الوطني والتونسي والجزائري سبقوا طبعا هذا اللقاء الاخوي هذا اللقاء المغاربي الدربي المغاربي بين تونس والجزائر لقاء اياب الدور الاول من تصفيات كاس افريقيا الامم النيجر 2019 وانطلاق المباراة واتقاسم التعليق طبعا مع زميلي رمزي القرعي. رمزي مرحبا بك. مساء الخير شكيب، تحية لكل اوفياء الرياضة على القناة الوطنية الأولى في هذه المباراة الهامة مباراة العودة بين تونس والجزائر. نبدأ بتشكيلتين الفريقين والبداية بالفريق الضيف الجزائري الشقيق رقم 16 كحارس مرمى سيد دعس الستة أمين توقاي محمد عبد القادر بالحران 11 زين الدين بالعيد 13 أيمن بالعربي 3 هشام بوداوي 10 أدم زرقان 8 عبد القادر قادري 2 عبد العزيز مولاي 9 رضوان الزردوم 17 ومحمد بالخير 15 احتياطيون في تشكيلة المنتخب الجزائري أدم عليلات رقم 18 عيسى بوتشيشة 12 أحمد كروم 5 حسين الدحيلي 4 مروان زروق 14 زروق بوسيف 7 ومصطفى عمارة رقم 1 المدرب هو سليم السبع. نمشي معاك رمزي تشكيلة منتخبنا الوطني التونسي. المنتخب التونسي دون 20 سنة اليوم في المرمى أيوب العلاقي إيهاب اسطنبالي فراس المكني عفيفة جبالي مروان الميهوبي سند الخميسي مالك بعيو حسام قطفية محمد علي بن رمضان صاحب الهدف الوحيد في مباراة الذهاب في الجزائر حمزة يسري ونعمان الرحماني على دكة البدلاء إبراهيم خليفة حارس مرمى احتياطي سهيل كتاري بن مليح أسامة فرج الكيرماني أدمي طاوس حكيم تقاء وغفران النوالي مع المدرب محمود باشا إضافة إلى طبعا المساعد عماد المهدبي. أختم بطاقم تحكيم المباراة من موريتانيا عبد الواحد حرويدة سيف نصر باسم إبراهيم بوكوز زوز مساعدين الحكم الرابع عصام الجيهان والمراقب قدري صلاح. لقاء الذهاب انتهى على نتيجة 3-1 للمنتخب الجزائري وكان بإدارة الحكم المغربي عادل زراق. هدف المنتخب التونسي كان بإمضاء يوسري حمزة في الدقيقة 41. هذا اللقاء العاشر بين المنتخبين أقل من 20 سنة بين تونس والجزائر. تصفيات القارية نعطيكم الأرقام اللي بدنا بها مشكور زميلنا عماد الكيلاني حول حصيلة لقاءات المنتخبات، لكن بعجالة نقول أن تونس فازت مرة وحيدة 3 انتصارات المنتخب الجزائري وخمس لقاءات انتهت بالتعادل. أو ندخل مباشرة في صلب الموضوع الحكم الليبي اللي هو عبد الواحد حرودة 32 سنة دولي منذ هذا العام يعني من بداية من 1 جانفي أول لقاء رسمي ليه وطبعا أول لقاء للمنتخبين التونسي والجزائري هنا في الملعب الأولمبي ميرادس بحضور تقريبا 1000 متفرج أغلبهم من عائلات اللاعبين. إن شاء الله منتخبنا يكون قادر على رفع التحدي الرياضي طبعا والعودة في النتيجة 2 أهداف مقابل شيء تكفي منتخبنا العبور إلى الدور الثاني اللي يكون بين يوم 11 و18 ماي وغانا هو المؤافس لو تأهلنا إن شاء الله. ترجع الكرة من حارس المرمى المنتخب الوطني التونسي مباشرة للتماس من أيوب العلاقي وأمامكم على الصورة يرجع التماس لصالح المنتخب الجزائري على الجهة اليسرى لدفاع المنتخب التونسي والعودة للكرة تعود لصالح منتخبنا بشرف من الحكم المساعد الثاني إبراهيم بوكوز. ترجع الكرة من جديد لصالح المنتخب الجزائري والتماس مرة أخرى لأبناء المدرب محمود باشا التعادل دون أهداف والتحية مجددا لكل من التحق من الآن على القناة الوطنية الأولى. المواعيد الرياضية متواصلة مستمرة سواء كان بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي الأكابر الأواسط هذا اللي قاعدين يتابعوا فيه الآن أقل من 20 سنة أو للبطولات البطولة التونسية أو لمسابقة كأس تونس. المواعيد متواصلة على القناتين الأولى والثانية. ترجع الكرة في هجوم لصالح منتخبنا باهي المحاولة لكن تخرج تماس التماس والتنفيذ التنفيذ سيكون لإيهاب اسطنبالي يلعب بطريقة طويلة في دفاع المنتخب الجزائري وترجع يظل رمزي اثنين بلاش منتخب قادر خاصة وسمعنا انه المخرج المنتخب الجزائري ما كانش أفضل في لقاء الذهاب.
بالفعل يعني 3-1 كانت في ملعب 20 أوت 1955، نتيجة قاسية شوية على المنتخب الوطني التونسي، أقل من 20 سنة منتخبنا هدف وحيد كان سجله لاعب ترجي محمد علي بن رمضان، واليسري يسري حمزه لاعب نجم حمزه لاعب في دقيقه 41 ولاعب المنتخب ضد برميه سجل هدف من جمله 3 أهداف اللي سجلهم المنتخب الجزائري. ومنتخب جزائري فيه لاعب ينشط في فريق الانتر هو محمد بالخير، يعني باش تعرفوا قيمه المنتخب هذايا، محمد بالخير حامل قميص رقم 15، يعني تم توجيه الدعوه ليه وهو ينشط في فريق الانتر الايطالي. المهمه صحيح لن تكون سهله، لكن بعناصرنا الوطنيه قادرين انهم يكسبوا ريهان، خصوصا انه نتيجه 2-0 تخلينا نترشحوا. سمح لي انك تحكي على الغيابات، المدرب محمود باشا افادنا ايضا منذ قليل الى غياب معتز زمزي بسبب الاصابه في منذ لقاء الذهاب، وايضا زين الدين التواتي يلعب في نادي سانت اتيان والذي اعتذر وما منحوش ترخيص الالتحاق. يعني تاكيدا كلامك، يعني لاعبين من وزن ثقيل يلعبوا في المنتخب بتاعنا، منتخبنا وايضا المنتخب الجزائري اقل من 20 سنه. حكيت على المحترفين شاكيب بطبيعه الحال الزمزمي اللاعب السابق للافريقي، غياب هام في تشكيله المنتخب، لكن موجود لاعب نيم مروان الميهوبي رقم 17 اليوم في التشكيله الاساسيه للمنتخب. منتخبنا قلت خسر 3-1 في مباراه الذهاب ومباراه العوده، ان شاء الله النتيجه 2-0 تخلينا نترشح الى الدور القادم كما كنت تحكي شهيب ضد المنتخب، شكيب ضد المنتخب الغاني ان شاء الله، ضد المنتخب الغاني بتبيعه في انتظار التاهل للنهائيات في النيجر. هذه كره خطيره للمنتخب، تسديده تضرب في الدفاع الجزائري، تعود للمنتخب الجزائري في مناطقه، تقطع الكره تتلعب ثنائيه، الكره توصل لمالك بعيو لعب النجم الرياضي الساحلي تتبدل على اليسار، تبقى للمنتخب الوطني التونسي الكره في منطقة الجزاء، محاولة المرور توغل رتري كرة لشكون يسقط اللاعب والحكم يقول قوم فما شيء. كانت خطيرة العملية للمنتخب الوطني، واضح التوجه الهجومي بالأساس لمنتخبنا. قلت بعد هزيمة 3-1 في ملعب 15/20 أوت في الجزائر، المنتخب نتيجة 2-0 تخليه يترشح، والنتيجة لن تكون صعبة في قيمة الأسماء الموجودة في تشكيلة المدرب محمود باشا وأيضا عماد المهذبي في الجهة المقابلة، أبناء المدرب سليم الصابة بمساعدة حسين أشيو اللاعب المعروف طبعا لدى الجماهير التونسية. هذه كرة خطيرة للمنتخب الجزائري، محاولة المرور لكن تقطع بذكاء كبير للمنتخب التونسي أقل من 20 سنة، وذكر تبقى الكرة، محاولة المراوغة من جانب محمد علي بن رمضان لاعب الترجي، باهي الكرة توصل ليسري حمزة، يسري حمزة صاحب الهدف الوحيد في مباراة الذهاب، ترجع كرة والراية مرفوعة، الراية مرفوعة وبداية واعدة للمنتخب التونسي. والله مؤشرات عديدة رمزي لمباراة كبيرة من جانب منتخبنا، بدليل معناه توفر زوج فرص على التهديف، واحدة لمحمد علي بن رمضان والثانية بعد توزيعة من يسري حمزة صاحب الهدف الوحيد في الجزائر. شوفوا الإعادة، التوزيعة كانت من يسري حمزة في اتجاه القائم الثاني وخروج موفق للحارس الجزائري سيد دعس، إعادة من زاوية أخرى. يعني منتخبنا ضغط منذ البداية، ونذكر أن الدور الأول هو بين اليوم وغدوة تكتمل تصفية هذا الدور، الدور الثاني بين 11 و18 ماي، الدور الثالث والأخير بين 13 و20 جويلية، يوفر 7 منتخبات إضافة إلى منتخب البلد المنظم يعني المنتخب النيجر. نرجع للمباراة، باهي التماس وترجع الكرة، تدخل من حمل القميص رقم 17 من المنتخب الجزائري، يحط الكرة في التماس، رضوان زردوم هو أمامكم، وروح رياضية من محمد علي بن رمضان. نعرفوا لقاء دربي مغاربي، لقاء الأشقاء تونس والجزائر، ونعرفوا المنتخبات واللاعبين بصفة عامة في تونس والجزائر عندهم نفس الإمكانيات الفنية، يعتمدوا على الفنيات برشا على الفرديات، وهو الدليل هذا الهجوم لصالح المنتخب التونسي، باهي الكرة على الجهة اليمين لدفاع المنتخب الجزائري، يساوي يوزع وترجع الكرة مرة أولى، والكرة الثانية لصالح منتخبنا أيضا، وتدخل من جديد عن المنتخب الجزائري، قاعد يلعب في البلوك با، قاعد يدافع أكثر ويعول على الهجومات المعاكسة، ومنتخبنا تقريبا يلعب في الهجوم المطلق، يضغط منذ البداية لإحراز الأسبقية المعنوية وهدف مبكر باش يكون أكيد عنده قيمة كبيرة ياسر. حلوة رفع على الكرة والتدخل مرة أخرى، تدخل على اللاعب الرحماني
نعمان الرحماني امامكم على الصوره، تخرج الكره لصالح المنتخب التونسي في ركنيه على يمين الحارس السيد دعس، ركنيه لصالح المنتخب التونسي رغم زوج غيابات كبيره. ان شاء الله منتخبنا يتوصل من تحقيق الانتصار والتاهل للدور الثاني باش يكون فيه المنافس المنتخب الغاني. التماس مره اخرى ديما اللعب الضغط متواصل واللعب تقريبا في مناطق المنتخب الجزائري بعد مرور 11 دقيقه لعب على هذا الشوط الاول. تتوزع حلوه وخروج الحارس السيد دعس، محاوله جديده للمنتخب التونسي وخروج الحارس امامكم الجزائري في هذه المحاوله الرابعه تقريبا لمنتخبنا في اقل من 12 دقيقه على انطلاق هذا الشوط الاول من المباراه. يعكس الهجوم ادم زرقان يحط كره على الجهه اليسار، خطير وين الحارس، يخرج الحارس ايوب العلاقي او امامكم ايوب يلعب الكره يرجعها بيده بسرعه، تمشي الكره في اتجاه ايهاب الصنبالي. محمد علي بن رمضان، محمد علي بن رمضان يرجع في محور الدفاع المنتخب، فما مروان المهوبي، مروان المهوبي كره قصيره مع مالك بعايو، مالك يرجع لمروان مره اخرى، ترجع الكره لمروان المهوبي، مروان المهوبي على الجهه اليمين لدفاع المنتخب الجزائري. الضغط متواصل من عناصرنا الوطنيه وقد يثمر هدف ان شاء الله في هذه الدقائق. توزع الكره وتخرج مباشرة ضربة مرمى لصالح المنتخب الجزائري. الضغط رمزي كيف قال لحظة محمد علي بن رمضان على الصورة، الضغط متواصل، قليل من التركيز وقليل من الحظ يجي الهدف. إن شاء الله التركيز والحظ واللعب الهجومي وخصوصا الحيطة الدفاعية يلزم نردوا بالنا لا قدر الله، لأن قبول هدف وقت اللي نلعبوا الكل في الكل يخلي كل الحسابات تسقط في الماء بعد مباراة الذهاب 3-1، خصوصا وأن المنتخب الجزائري عنده عناصر عندها قيمة كبيرة وعناصر عندها فنيات كبيرة وتلعب في بطولات أوروبية كما قلنا. ونردوا بالنا من حامل قميص رقم 15 محمد بن خير اللي كنت حكيت عليه منذ قليل، اللاعب اللي تم توجيه دعوة ليه، عمره 19 سنة، تولد في جانفي 99 في باريس ولعب في فرنسا ثم في لاس فيرونا في ايطاليا ومن بعد انتقل للانتر. هو فلت مباراه الذهاب ما خلطش، ربما الدعوه وصلت له متاخره، ما لعبش مباراه الذهاب هذا محمد بالخير حامل قميص رقم 15، لكن لبى الدعوه وموجود في مباراه اليوم. يعني من سبيل الطرفه يظهر لي يعني حتى اطار المنتخب الجزائري شاكي بيحب يغطي ويحب يخلي الملعب هذا مفاجاه. سالت احد اطراف الاطار الفني في المنتخب الجزائري قلت له عندكم لاعب اسمه محمد بالخير من فريق الانتر، سكت قال لي لا، ويظهر لي لا ما عندناش، قال لي ما عندناش ومن بعد قلت له انا ورقم وسكت. ومن بعد كي عرف اللي عندنا المعلومات اللي فما ملاعبي موجود حبوها ورقه مفاجاه لانه غاب في مباراه الذهاب ماهوش معروف يعني كان بالنسبه لمنتخبنا تقول بالفعل، واليوم موجود في مباراه العوده حبوا يبغتوا به المنتخب، لكن ان شاء الله منتخبنا يكون في الموعد. قلت التغطيه الدفاعيه لازم تكون موجوده والتسجيل من اجل التاهل للدور القادم والتاهل للنهائيات في النيجر. هذه مخالفه للمنتخب الجزائري، مرفوعه الكره في منطقه الجزاء، يخرج الحارس بثبات، يخرج حارس الترجي ايوب العلاقي، هما الملاعبين الكل يمثلوا المنتخب اليوم يعني. لكن نعطيه ما فيها بس كل مره نعطيه اللاعب وين يلعب فقط يعني للتثقيف الرياضي باش يعرفوهم الجمهور الرياضي يعرف الملاعب هذاك وين، لكن في المقابل الكلهم الرايه واحده واللون واحد الرايه الوطنيه. بالفعل ترجع كره لقاد المنتخب الجزائري ايمن بالعربي طويله، البحث عن زردوم رضوان، محاوله المرور وتغطيه موجوده، زردوم رضوان من المنتخب الجزائري يحاول المرور، تتقص الكره تخرج تماس للمنتخب الجزائري كما قلنا بعد مباراه الذهاب 3-1. الرهان هو تسجيل زوز اهداف وهذا مش صعيب على المنتخب الوطني في هذه المباراه. تمشي كره تتقص تبقى للمنتخب الجزائري، المراوغه الاخيره في منطقه الجزاء من محمد بالخير لاعب الانتر، التسديده كما جات ضربت بميهوب بمروان لاعب نيم الفرنسي، ترجع كرة للمنتخب الجزائري لكن تقطع في الجهة المقابلة من جانب في راس الماكني، تتقص مرة أخرى للمنتخب الجزائري، تمشي البلهران عبد القادر يحاول المرور والكرة ركنية، يربح ركنية مولاي عبد العزيز لعب المنتخب الجزائري، ركنية للمنتخب الجزائري
ونحن نقترب من ربع ساعة الأول في المباراة. هذه عادة للكرة الأخيرة، طاح في راس الماكني في العملية الأخيرة، ما عرفش يتعامل مع الكرة، وركنية للمنتخب الجزائري تنفذ الكرة مرفوعة في منطقة الجزاء بالرد في مرة أولى. حذاري حذاري، أولى الكرات وأولى المحاولات، مرت سلامات سلامات على دفاع المنتخب، لكن ستنفذ مرة أخرى الركنية، ستنفذ الركنية الثانية على التوالي. شوف الإعادة، شوف كيفاش الكرة أخذها بالرأس دون رقابة، مرت جانبية سلامات على مرمى الحارس أيوب العلاقي. الركنية الثانية على التوالي المنتخب الجزائري، والتنفيذ دائما لمولاي عبد العزيز. مولاي عبد العزيز في تنفيذ الكرة الثابتة للخضر. مولاي عبد العزيز مرفوع الكرة في منطقة الجزاء بالرأس مرة ثانية على القائم، وحذاري الهدف الأول. السيناريو الذي لا نتمناه، السيناريو الذي لا نتمناه، يعني حذرنا من الكرة الأولى مرت سلامات، لكن الثانية كانت في الشباك بإمضاء بالعيد، بإمضاء بالعيد أو محمد بالخير، حذرت منه، حذرت منه في أكثر من مناسبة، سنعيد المشاهدة بالتأكيد. يعني الماركاج ما كانش كما يلزم، والقائد والقائد في الكرة الأخيرة حمل قميص رقم 6 توغاي محمد أمين، توغاي محمد أمين. الكرة ضربت في القائم المرة الأولى، دخلت ما دخلتش ما نعرفوش، لكن كملها كملها القائد حمل قميص رقم 6. هذه الكرة ضربت في القائم ودخلت قبل ما يكملها، دخلت قبل ما يكملها المدافع الجزائري. هذه الكرة اللي بالراس مشيت من بالعيد زين الدين، بالعيد زين الدين، والدفاع التونسي كان يتفرج في الكرة الأخيرة، والحارس أيوب العلاقي. سيناريو ما كناش نتمناوه شكيب، تصعب شوية الأمور. المنتخب مطالب بثلاثة أهداف كاملة للعودة مع مباراة الذهاب. هو رمز الركنية اللي سبقت الهدف، يعني فما زوز ركنيات في أقل من دقيقة، كانت بمثابة الإنذار، كرة ثابتة كانت بمثابة الإنذار، وفي الكرة الثانية ما وقعش معناها اخذ الاحتياطات اللازمه، وجاء الهدف. كره الراسيه لزين الدين بالعيد تجاوزت الخط النهائي، يعني قبل ما يلمسها محمد بن خير اللاعب اللي حكيت عليه. على كل حال سيناريو غير متوقع، لم نكن نتمنى مثل هذا السيناريو في هذه المباراه، وفي توقيت 17 دقيقة لعب كنا ننتظر الهدف من جانب منتخبنا. وانت بدورك رمزي حذرت من الهجومات العاكسة والكرة الثابتة من جانب المنتخب الجزائري. على كل حال اللعب متواصل، ما زالت الكرة، وإن شاء الله يقع التفادي الأمور بسرعة من جانب منتخبنا الوطني لمخالطة. يقول الحكم الليبي، الحكم الليبي عبد الواحد حرود لصالح المنتخب الجزائري، اللي تقدم إلى حد الآن بهدف مقابل صفر. هدف جاء بإمضاء زين الدين بالعيد في الدقيقة 15، يعني تقريبا دقيقة 16 من هذا الشوط الأول. ترجع الكرة لصالح المنتخب الجزائري، هشام بوداوي يرجع بالكرة إلى حامل القميص رقم 6 قائد الفريق محمد أمين توغاي. ما زالت الكرة لأبناء المدرب سليم السبع الجزائري، يتيح لاعب محمد بن خير، ما فماش مخالفة يقول الحكم، وترجع الكرة لصالح المنتخب التونسي. توزيعة وفما مخالفة، فما تدخل من الخلف على يسري حمزة، لكن الحكم ربما أعطى أسبقية اللعب. ما زالت الكرة لصالح المنتخب التونسي، التفكير في التوزيع، لكن ما فما حد، فما الحارس الجزائري سيد دعس خذ الكرة ويلعب مع محمد أمين توغاي قائد منتخب الجزائر. سيد دعس يلعب كرة طويلة، ولا التغطية مرة أولى والثانية تعود لصالح المنتخب الجزائري. مرفوع الكرة والتدخل مرة أخرى، تتعدى الكرة وتوصل لصالح منتخبنا عن طريق سند الخميسي. رجع بالكرة، منتخبنا قاعد يحاول حل الثغرات، فتح الثغرات والبحث عن المساحات في مناطق المنتخب الجزائري، اللي رجع تقريبا كليا للمناطق، يعني بعد نصف الميدان وقف المنتخب الجزائري، وهذا طبيعي بعد احرازه لهدف في الدقيقة 16 من هذا الشوط الأول. تتواصل العملية طويلة، باهية التوزيعة، وتخرج في نهاية الأمر ركنية لصالح المنتخب التونسي على يسار الحارس الجزائري سيد دعس. ننتظر تنفيذ الركنية في الأثناء، نذكر بأن منتخب الجزائر يتقدم الآن على حساب منتخبنا واحد بلاش محمد علي بن رمضان في تنفيذ الركنية.
ينفذ في القائم الثاني رأسية أولى ما جابت حتى خطورة، تعدت الكرة في اتجاه مالك بعيو ما خلطش عليها وخرج التماس لصالح المنتخب الجزائري. هدف جاء على اثر كره ثابته بطبيعه، على اثر ركنيه، زوز ركنيات في اقل من دقيقه، والكره الراسيه غلطت الحارس ايوب العلاقي، كانت ركنيه اولى رمزي وكان بمثابه كانت بمثابه الانذار، ثم جاءت الثانيه وجاء مع هدف الجزائر. بالفعل سيناريو قلنا لم نكن نتمناه، لانه اخي بحاجه انك تقبل هدف على ميدانك وانت متاخر في مباراه الذهاب، تزيد تصعب الوضعيه، لكن وضعيه صعبه لكنها ليست مستحيله. قلنا 3-1 في الذهاب، كنا نطمعوا باش نسجلوا زوز باش نترشحوا، توا ولينا نطمعوا باش نسجلوا ثلاثه لكي نتدارك هزيمه الذهاب في ملعب 20 أوت 1955 في العاصمه الجزائريه. هذه كره مرفوعه في منطقه الجزاء بالراس، تبقى للمنتخب، حاول يسدد على كما جات على الطاير حسام قطفيه لاعب الافريقي، لكن تقطع، تبقى للمنتخب الوطني التونسي اقل من 20 سنه، تمشي لمالك بعيو، مالك بعيو يسقط، والمخالفه، المخالفه للمنتخب التونسي، منتخبنا اللي حضر كما يلزم هذه المسابقه، طبعا شارك في سلسله من التربصات، تلعب مباريات وديه. هذه كره خطيره على الجهه اليسار، التوزيع، لكن التوزيع ما كانتش كما يلزم، ما كانتش كما يلزم. الكره الاخيره قلت شاركنا في تربصات مباريات وديه مع المنتخب القطري وايضا مع المنتخب الموريتاني، ومنتخبنا بطبيعه الحال يريد رهان الترشح الى نهائيات النيجر امام منافس ليس بالهين، منافس جزائري صعب كما قلنا، منافس جزائري دربو سليم صباع والاسطوره في كره القدم الجزائريه حسين اتشو، ومنتخب جزائري باش تعرفوا كان فاز على النيجر مرتين في مباريات وديه 2-0 و6-1، هذه قيمه المنتخب الجزائري اللي نقابله اليوم. هذه كره تقطع من الدفاع الجزائري، تعود للمنتخب التونسي، تمشي الكره في محور الدفاع وين موجود في راس الماكني، تبقى الكره تونسيه، البحث عن العمق الهجومي، خطيره العمليه الاخيره، لكن تقطع من الدفاع الجزائري في مره اولى، تعود في مره ثانيه من زردوم رضوان، تتقص المنتخب، هي المرور الاخير من جانب يسري حمزه صاحب الهدف الوحيد مهاجم النجم الرياضي الساحلي، تبقى الكره المنتخب الجزائري لمنتخب الخضر، تعود للوراء من جانب العربي ايمن، ايمن بالعربي بلمسه واحده يلعب مع قدري عبد القادر، تبقى الكره الجزائريه من زرقان ادم اللي سجل هدف اول من ضربه جزاء في مباراه الذهاب، باقي الكره المنتخب في منطقه المنتخب الجزائري من نعمان الرحماني، نعمان الرحماني يحاول المرور بها المراوغه الاخيره، نعمان ان شاء الله يتعامل مع الكره كما يلزم، تتقص، تتقص الكرة الأخيرة، تتقص للمنتخب الجزائري اللي قاعد يلعب بكثافة دفاعية، طبعا يؤمن الناحية الدفاعية مع خطورة الكرة الأمامية، مقطوعة الكرة مخطأ كانت من حسام قطفية مباشرة للحارس أيوب العلاقي، أيوب العلاقي لعفيفة الجبالي، عفيفة الجبالي بلمسة واحدة يلعب مع إيهاب اسطنبالي، إيهاب اسطنبالي توصل محمد علي بن رمضان لعبة ترجي، لكن تقطع مرة أخرى في وسط ميدان المنتخب الطويلة، البحث عن الظهير إيهاب اسطنبالي، إيهاب اسطنبالي تغطية موجودة من جانب الظهير الجزائري أيمن بالعربي، أيمن بالعربي بلمسة واحدة، لكن استماتها من بن رمضان باهي تتقص الكرة المنتخب، يعني مباراة اليوم يجيبها لكليب، يجيبها لجرينتا باش نجموا نرجعوا في وضعية صعبة كما اليوم في مباراة أمام منافس عتيد شاكيب، أمام منافس يفرض كل الاحترام. بالفعل يجيب الجرينتا، يجيب التركيز أيضا، يجيب اللعب المنظم، ما يجيبهاش التسرع، توزيعة طويلة باهية ويخرج الحارس، يخرج الحارس الجزائري قدام يسري حمزة، ياخذ كورتوا أمامكم السيد دعس، خذ الكرة قدام يسري حمزة، هذا هو الحارس الجزائري الشاب، حارس لحد الآن قاعد تقريبا ياخذ في كل الكرات اللي تجي من جانب خط هجوم منتخبنا، قاعد يلمح بالثنائيات مع المهاجمين التوانسة، ترجع الكرة من جديد لصالح المنتخب الوطني التونسي بمخالفة تتنفذ، لكن الحكم الليبي، الحكم الليبي حكم المباراة يقول يعاد تنفيذ الكرة مرة أولى ومرة ثانية، ترجع وتتنفذ من جديد، تمشي في اتجاه اسطنبالي إياب، إياب يرجع بالكرة قصيرة كانت مع عفيف الجبالي، تمشي الكرة تدريجيا نحو مناطق المنتخب الجزائري، باهي المراوغة
باهي المراوغة الأولى والمحاولة الثانية وفما مخالفة يقول لا الحكم فما مسك من الخلف حسب ما شاهدت في المحاولة وربما بالعرض البطيء يتبين التأكيد أو النفي ترجع من جديد لصالح المنتخب الوطني التونسي وتقطع هذه المرة لصالح منتخب الجزائر تدريجيا الخروج من محمد أمين توغاي تمشي من توغاي الأيمن بالعربي توغاي مرة أخرى والضغط الضغط من جانب يسري حمزة على قائد الفريق محمد أمين توغاي هذه إعادة لعملية المخالفة المطلوبة من جانب منتخبنا أو من زاوية أخرى محاولة المرور كانت من نعمان الرحماني فما مسك من الخلف ما فماش رغم قرب الصورة صراحة يصعب الحكم إن كان موه يسري نعمان الرحماني أم لا ترجع الكرة لصالح المنتخب التونسي وتدخل من حامل القميص رقم 10 من جانب منتخب الجزائر هشام البوداوي عادت لمنتخب الجزائر شوف راحة كبيرة يلعب بها المنتخب الجزائري برودة دم كبيرة من جانب اللاعبين الجزائريين خاصة وقت الخروج بالكرة من مناطق منتخب الجزائري مرفوعة هذه على الجهة اليمين لدفاع منتخبنا وأيوب العلاقي قبل ياخذ كورته ويربح ضربة مرمى لصالح المنتخب التونسي التوقيت 26 دقيقة لعب إلى حد الآن في هذا الشوط الأول التقدم متواصل لصالح المنتخب الجزائري هدف مقابل شيء منذ الدقيقة 14 بإمضاء زين الدين بالعيد كانت على أثر ركنية ولمسة رأسية في القائم الثاني للحارس أيوب العلاقي أثمرت هدف لصالح المنتخب الجزائري رجعت الكرة من جديد لصالح منتخب الجزائر شوفوا تبادل الكرات القصيرة وبسرعة وفنيات كبيرة رجعت محمد علي بن رمضان مراوغة أولى والثانية تقصت على أثر الكرة ورجعت لصالح هشام البوداوي وهشام البوداوي ثم قائد الفريق محمد أمين توغاي يلعب مع أيمن بالعربي تتعدى الكرة وتمشي في اتجاه عبد القهار القادري يتواصل هجوم لصالح منتخب الجزائر حذري من هذه العملية كرة في اتجاه رضوان زردوم يبحث على المراوغة لكن ما كانتش صعيبة في يد الحارس أيوب العلاقي رمزي المنتخب مازال يبحث عن الحلول عن التوازن وتحس المنتخب الجزائري عنده ليزوتوماتيزم يعني الكرة الأرضية قاعدين يلعبوا في كرة قصار متفاهمين مع بعضهم وملعبية عندهم مهارات فنية متميزة جدا بالنسبة للمنتخب الجزائري علاش قلت يعني حتى الانتصار في مباراة الذهاب ولو أنه مارينا ما تفرجناش فيها المباراة لكن انتصار الجزائر يؤكد قيمة هذا المنتخب لأنه واضح أنه فما بصمة نتاع مدرب وفما أيضا ليزوتوماتيزم موجودين بين ملاعبية المنتخب الجزائري وبأسماء محترفة وبأسماء عندها قيمة فنية كبيرة ترجع كرة المنتخب التونسي حسام قطفية مرفوع الكرة في منطقة الجزاء خطيرة المنتخب تبطأ قليلا مهاجم الترجي من نعمان الرحمني سنعيد المشاهدة بالتأكيد كانت كرة بذكاء كبير في العمق روض بصدر المهاجم المنتخب لكن قصها المدافع في الكرة الأخيرة وضاعت أبرز الكرات هذا على الصورة القصيرة الماكير نعمان الرحماني عنده فنيات كبيرة ومهارات كبيرة لعبة ترجي الركنية من القائد سند الخميسي لعب مستقبل المرسى تمشي كرة مرفوعة في منطقة الجزاء للمنتخب بالرأس في مرة أولى للمنتخب الجزائري تقطع من زردوم رضوان تتقصى الكرة وتبقى في مناطق الخضر في مناطق المنتخب الجزائري تماس للمنتخب الجزائري التنفيذ من بلهران عبد القادر الظهير الجزائري تتنفذ الكرة تمشي لزورغان آدم يوصلها على الجهة اليسار وين موجود قدري عبد القهار الكرة طويلة والتدخل الأول تبقى الكرة الجزائرية وشوف المراوغة الأخيرة ويربح المخالفة بذكاء كبير زردوم على الصورة زردوم رضوان بذكاء كبير وبفنيات كبيرة يربح المخالفة للمنتخب الجزائري سنعيد المشاهدة بتأكيد كانت كرة بفنيات يعني هرب على المدافع التونسي وربح المخالفة قريبة من خط التماس
حامل قميص رقم 17 زردوم رضوان. هذه الكرة الأخيرة يعني المراوغة الأولى وهرب على الانزلاقية ومشات معاه الكرة ضربت فيه، لكن المراوغة اللي كانت وهذه المحاولة الأخيرة من اللاعب قلت القصير الماكير، أيضا عنده فنيات كبيرة، عنده فنيات كبيرة لعبة ترجي رحماني نعمان. هذه الكرة الأخيرة حاب يعمل فيرجول وطالب بلمسة يد والحكم قريب يأمر بمواصلة اللعب على الصورة. رحماني نعمان المنتخب مازال يبحث عن الحلول، قلت ضد منافس عتيد، ضد منافس عنده فنيات كبيرة خصوصا ساعدته نتيجة مباراة الذهاب 3-1. يعني منتخبنا قاعد يلعب ضد نتيجة الذهاب وضد نتيجة العودة هنا في غياب الجماهير. هذه عاد الكرة الأخيرة في غياب الجماهير، طبعا أعداد قليلة تحضر هذه المباراة، تقريبا تقتصر على عائلات الملاعبية، ورغم أنه المباراة يعني الأبواب مفتوحة للجماهير. تمنينا لو كانت الجماهير حاضرة في مباراة اليوم لتشجيع عناصرنا الوطنية في لقاء هام على درب ترشح لنهائيات النيجر 2019. بالفعل تمنينا حضور الجماهير للدفع ولرفع المعنويات، نعرف قيمة الجمهور خاصة أنه الأبواب مفتوحة على مصراعيها في الملعب الأولمبي برادس. في هذه المباراة يبقى فيها منتخبنا في حاجة إلى التشجيع، في حاجة إلى المؤازرة على كل. ترجع الكرة لصالح المنتخب الوطني التونسي، عبد العزيز مولاي قاعد يعمل في مراقبة لصيقة، تتوزع الكرة باية والتدخل من قائد الفريق محمد أمين توجاي. منتخبنا يضغط يهاجم يوصل لمرمى الحارس سيد دعس، لكن التسييم إلى حد الآن مفقود، قليل من التركيز، قليل من التركيز فقط في هذه المباراة. محاولة جديدة وتدخل، شوفوا المهاجم وين يرجع، حامل قميص رقم 17 رضوان زردوم اللي تعرض منذ قليل إلى إصابة، شوفوا يرجع للقيام بالتغطية رغم التقدم في النتيجة. ركنية، ركنية لصالح منتخبنا. هذا أمامكم محمد علي بن رمضان لاعب منتخبنا الوطني، تنفيذ الركنية سيكون من سند الخميسي على يسار الحارس الجزائري، تتلفت ترجع رأسية في محور الدفاع، فما زوز لاعبين في محور الدفاع يمتازوا بقامة طويلة، وترجع من جديد في هجوم لصالح المنتخب الجزائري. شوفوا الفنيات، شوفوا السرعة في عكس الهجومات من جانب المنتخب الجزائري، والتايمينج صحيح، تدخل في وقته من فراس الماكني أمامكم، حط الكرة في الركنية قدام المهاجم عبد العزيز مولاي. ركنية لصالح المنتخب الجزائري، وهذه إعادة، إعادة من زاوية أخرى. شوفوا التدخل، التدخل كان موفق من فراس الماكني قدام حامل قميص رقم 9 عبد العزيز مولاي اللي يمشي لتنفيذ الركنية على يسار الحارس التونسي أيوب العلاقي. تتلفت مقوسة في القائم الأول، ترجع، ترجع لصالح المنتخب الجزائري من جديد، هو الأسبق على الكرة في هذه المباراة إلى حد الآن، خاصة على الكرات الثانية. الكرة لما ترجع، الكرة الثانية ترجع إلا وتلقى لاعب جزائري في التغطية. من جديد على الصورة في راس الماكني، وركنية جديدة، أربع ركنيات رمزي جاءوا تقريبا من نفس الجهة، يعني على يسار الحارس التونسي أيوب العلاقي، وهذا تأكيد على أنه التركيز الخط الأمامي المنتخب الجزائري على الجهة اليسرى لدفاع منتخبنا الوطني. تنفيذ وكرة ثابتة أخرى لمنتخب الجزائر، مقوسة في محور الدفاع، ترجع، شوفوا الكرة الثانية كانت من نصيبنا هذه المرة وما فماش مخالفة، خذاها النعمان الرحماني أمامكم، لكن قطعت رغم مجهود نعمان الرحماني وعادت لصالح المنتخب الجزائري. قائد الفريق محمد أمين توجاي، 34 دقيقة لعب، تمشي الكرة أيمن بالعربي، واحد بلاش المنتخب الجزائري منذ الدقيقة 14 من الشوط الأول بإمضاء زين الدين بالعيد بعد ركنية وتسديدة رأسية في القائم الثاني لمرمى الحارس أيوب العلاقي. هذا أمامكم على الصورة، اسطنبالي إيهاب مدافع على المنتخب الوطني، ما فماش مخالفة، يقول الحكم محمد علي بن رمضان عنده الكرة ويربح، تماس، تماس لصالح المنتخب التونسي بإشارة من الحكم المساعد الأول بسام سيف نصر، والتنفيذ كالعادة للظهير الأيمن إيهاب الاسطنبالي. منتخبنا في حاجة إلى تعديل قبل نهاية الشوط الأول من المباراة حتى لا تزداد الأمور صعوبة على عناصرنا الوطنية، وهذا نتمناه طبعا
في هذه المباراة في هذا الدربي المغاربي، دربي الأشقاء تونس والجزائر. بالفعل، وتحية لكل من يشاهدنا في الجزائر الشقيقة شكيب على القناة الوطنية الأولى للتلفزة التونسية. طبيعي جدا، تحية لكل أشقائنا الجزائريين بالطبيعة وشعب واحد تونس والجزائر في مباراة بين شقيقين. ترجع كرة المنتخب الوطني التونسي، تمشي لعفيفة جبالي، عفيفة جبالي، عفيفة جبالي، مرفوع الكرة في منطقة الجزاء، يخرج الحارس، يخرج الحارس في حواره مع المهاجم يسري حمزة في الكرة الأخيرة، يتعرض لإصابة مهاجم المنتخب في الحوار الأخير الفضائي بينه وبين حارس المنتخب الجزائري سيد دعاس. سنعيد المشاهدة بتأكيد، هذه الكرة كانت في العمق من عفيفة جبالي مدافع الترجي، مرفوع الكرة في منطقة الجزاء، صعود المهاجم مع الحارس، يسقط المهاجم النجم يسري حمزة والكرة تعود. قبل ذلك يتم إسعاف اللاعب ومهاجم المنتخب، إن شاء الله يقوم لباس مهاجم منتخبنا في هذه الأمسية الرياضية على القناة الوطنية الأولى. بطبيعة الحال يتوقف نشاط بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم ليفسح المجال لنصف نهائي كأس تونس غدوة في البرنامج طبق دسم على القناة الوطنية الأولى والثانية. طبعا في الثانية بعد زوال نصف نهائي الكأس الإفريقي والسيابي أو السيابي والإفريقي على القناة الوطنية الأولى، والنصف النهائي الثاني بين مستقبل جابس والنجم الرياضي الساحلي أو النجم ومستقبل جابس على القناة الوطنية الثانية. هذه عادة للهدف الوحيد إلى حد الآن للمنتخب الجزائري. كما قلنا أمسية رياضية اليوم وغدوة، إن شاء الله يكون الموعد مع نصف نهائي الكأس كما عودتكم دائما التلفزة الوطنية بقناتيها الأولى والثانية في متابعة وتغطية ومواكبة لكل الأحداث الرياضية وطنيا ومحليا وعلى مستوى المنتخبات الوطنية. ترجع كرة لقائد المنتخب الجزائري أيمن بالعربي، المراوغة الأخيرة، تبقى الكرة الجزائرية من جانب بوداوي هشام، وصلها على الجهة اليمين، تبقى الكرة للمنتخب الخضر اللي قاعد ماسك بزمام الأمور على مستوى التحكم في الكرة، مش قاعد يضيع في الكرة بكرات أرضية بلمسة واحدة تعكس القيمة الفنية للمنتخب الجزائري وقيمة الأسماء الموجودة في تشكيلة سليم صابا وحسين آشيو. من يعرف حسين آشيو؟ آشيو طبعا الهدف الشهير شكيب في صفاقس في كأس أمم أفريقيا 2004 ضد المنتخب المصري، وقتها المنتخب الجزائري، وهدف يعني تداولته وسائل الأعلام وبقي يعني بأحرف من ذهب في تاريخ كرة القدم الجزائرية. حسين آشيو، ترجع كرة للمنتخب الوطني التونسي، باهي اللمسة الأخيرة، ما زالت الكرة مرفوعة في منطقة الجزاء، بالرأس ينقذ الموقف، خطيرة الكرة على دفاع المنتخب الجزائري، محمد أمين توغاي القائد الجزائري يقص كرة أمام المهاجم اللي يتحرك برشا إلى حد الآن، يسري حمزة، إعادة للكرة الأخيرة، التوزيعة كانت من جانب فراس الماكني والرأسية ما خذاهاش يسري حمزة يسري حمزة، طبعا تقطع الكرة، تبقى ركنية للمنتخب المطالب بالتسجيل على الأقل هدف يخلينا براحة أقل في الشوط الثاني. تتقص كرة لكن تمشي ضربة مرمى للمنتخب الجزائري وللحارس سيد دعاس حارس المنتخب الجزائري، وعلى الصورة يسري حمزة صاحب الهدف الوحيد في مباراة الذهاب، إعادة للكرة الأخيرة من بن رمضان، الركنية تنفذت ما خذهاش بالرأس كما يلزم، تتقص تمشي ضربة مرمى للمنتخب الجزائري. ترجع كرة طويلة في منطقة وسط الميدان بالرأس في مرة أولى، ثم تبقى في مرة ثانية على مستوى دائرة وسط الميدان، والمخالفة لمنتخبنا مع اقترابنا من دقيقة 39. دائما نبحث عن التعادل بعد أن كنا نبحث عن هدف الأسبقية، نبحث عن التعادل، هذا صحيح رمزي، هدف مقابل شيء، أسبقية المنتخب الجزائري في توقيت 39 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول. كل شيء ممكن في كرة القدم. على كل حال المنتخب الجزائري قاعد يقدم في مردود ممتاز، قاعد يعرف كيش يتصرف في المباراة، ومنتخبنا فقط يقص التسليم والتركيز في مناطق المنتخب الجزائري، يعمل كل شيء إلا التهديف إلى حد الآن. إن شاء الله نراه الأهداف، علاش لا، منتخبنا عنده كل مقومات المنتخب النجح المنتخب المتميز. هذه إعادة لعملية المخالفة المرتكبة من حامل القميص رقم 2 عبد القهار القادري، مخالفة لصالح المنتخب الوطني التونسي. جينا نقرب من دقيقة 40 من الشوط الأول، هل من زاوية أخرى، وتحية مجددا لكل زملائنا الفنيين التقنيين المصورين، زميل المخرج سامي الشرغ من أملكم في هذا النقل
المباشر من الملعب الأولمبي بنادس مشاهدين على الوطنية الأولى. تتنفذ المخالفة رأسية، شوفوا القائد الفريق محمد أمين توغاي في كل الكرات العالية في كل الثنائيات قاعد يربح فيها هذا المدافع المتميز محمد أمين توغاي. وهذا حارس المرمى سيد دعس حارس مرمى المنتخب الجزائري اللي بدوره قاعد يقوم بمردود كبير وسد منيع إلى حد الآن قدام خطورة هجوم منتخبنا الوطني. يرجع الكرة عالية تمشي وترجع رأسية لصالح المنتخب الجزائري. شوف الكرات الثانية رمزي كنت تحكي عليها كلها لصالح المنتخب الجزائري، يعني كل كرة ترجع من جانب الدفاع المنتخب التونسي أو حتى من وسط الميدان إلا وتلقى لاعب جزائري في الكوبيراسيون، يعني هو اللي ياخذ الكرة أسبق المنتخب الجزائري في الكرات الثانية. ترجع من جديد لصالح المنتخب تونس طنبالي إياب يرفع كرة عادة المنتخب الجزائري تخرج من محمد بن خير ثم ترجع من جديد لآدم الزرقان. آدم زرقان محمد بن خير يطلب الكرة لكن مشات لرضوان الزردوم ورجعت من جديد لصالح المنتخب الجزائري. شوف الأول على الكرة منتخب الجزائري الأول على الكرة ومنتخبنا يبقى خطير في الهجومات المعاكسة. هذه مخالفة واضحة، فما دفع من الخلف، فما دفع من الخلف من عبد العزيز مولاي. عبد العزيز مولاي قام ارتكب مخالفة، رجعت محمد علي بن رمضان مقطوع على الكرة. يلزم التفكير في اللعب الجماعي والتخلي على الفرديات في هذه المباراة لأنه المهم هو التسجيل. أو أمامنا على الصورة مالك بعيو رجع الكرة لصالح منتخب الجزائر. 42 دقيقة لعب، 42 دقيقة لعب ولإعادة العملية الأسبقية متواصلة لصالح المنتخب الجزائري. وبسرعة نذكر رمزي سنة 85 التعادل دون أهداف ذهاب وإياب وتأهلنا بضربات الجزاء، كان وقت المدرب رد محجوب. 89 التعادل في الجزائر دون أهداف و2-2 في تونس، تأهل منتخب الجزائر بالطبيعة بما أنه سجل أهداف في تونس كان وقت المدرب جمال الدين بوعبسة. 97 2 مقابل شيء لتونس في الجزائر وخسرنا في تونس 3-1 كان وقت المدرب علي راشد. وهذه المواجهة الخامسة واللقاء العاشر بين تونس والجزائر، والسؤال هل تحقق تونس ثاني انتصار على الجزائر في هذا الظرف اللي يبقى فيه منتخبنا في حاجة إلى كسب ورقة التأهل للدور الثاني. ترجع الكرة لصالح المنتخب الجزائري عن طريق هشام بوداوي. هشام بوداوي يلعب في وسط الميدان، رجعت من جديد مالك بعيو. مالك بعيو عنده الكرة يرجع وفما قدامه في المحاصرة عبد القهار القادري. تمشي الكرة من جديد على الجهة اليسار للدفاع المنتخب الجزائري، ما فماش تفاهم كبير. بعيد الكرة على نعمان الرحماني مباشرة ضربة مرمى لصالح المنتخب الجزائري. وهذا المدرب الجزائري سليم السبع على الصورة. ترجع الكرة لمحمد أمين توغاي ومخالفة بإشارة من الحكم المساعد الأول باسم سيف نصر. مخالفة لصالح المنتخب الجزائري، دقيقتين فقط على نهاية الوقت الأصلي. إن شاء الله لاباس، إن شاء الله الإصابة ما تكونش خطيرة على المدافع الشاب للمنتخب الجزائري. وكيف ذكرت أنت منذ قليل الإنسان بك رمزي وأكد على التحية للأشقاء الجزائريين في الجزائر اللي تابعوا في هذه المباراة مباشرة على القناة الوطنية الأولى في هذا الدرب المغاربي، لقاء الأشقاء بين تونس والجزائر. وتحية لكل الأسماء اللي كنت سميتها، يعني مراد محجوب، جمال الدين بوعبسة، يعني علي راشد، برشا أسماء وبرشا مدربين يعني يعطاو الكرة القدم التونسية. يعطيك الصحة، ما يلزمناش ننساوهم طبعا، زمن الجيل القديم والزمن الذهبي لكرة القدم التونسية وأيضا الجيل الجديد مع موسم استثنائي بترشح المنتخب للمونديال. إن شاء الله يكون ترشح وتكون النتائج موجودة إن شاء الله في مونديال روسيا على الأبواب. ستعود الكرة المنتخب التونسي في دقائق أخيرة من هذا الشوط الأول. تبقى الكرة التونسية محاولة المرور، التسديدة، حاول المباغتة، خطيرة الكرة لكن ركنية، كانت كرة خطيرة من جانب ملك بعيو لعب النجم الرياضي الساحلي. سنعيد المشاهدة بالتأكيد، كانت تسديدة خذل يعني
المساحه وسدد مالك بعيو هذه هي الكره بالرجل اليمنى، ضربت في مدافع وكادت تباغت الحارس الجزائري. خطيره الكره، ركنيه، هل تاتي بالحلول الكره الثابته بالنسبه للمنتخب في دقائق اخيره من هذا الشوط الاول؟ الركنيه للمنتخب التونسي، مرفوع الكره في منطقه الجزاء، مقوسه بالراس الدفاع الجزائري الى حد الان مع بنيه جسديه طويله وكبيره، يعني المنتخب الجزائري قاعد يغلق في جميع المنافذ على المنتخب. وسؤال رمزي سامحني، وسؤال علاش توا كل الكرات اللي جات بالركنيات من المنتخب الوطني التونسي خذاوها المدافعين الجزائريين يعني متفوقين في الكرات العاليه، علاش ما يتغيرش اسلوب تنفيذ ضربه الركنيه؟ تلعب ثنائيه يعني الركنيه، تتلعب بالكرات الركنيات القصيره، ربما هذا يكون حل اضافي للمنتخب التونسي. وهدف هدف التعادل لصالح المنتخب التونسي، هدف التعادل. سمح لي رمزي احتكرت، جاء عندي الهدف المهم، عندك ولا عندي المهم يجي الهدف، هدف جاء في وقت قبل نهاية الشوط الأول، هدف مقابل هدف. شوفوا الإعادة، شوفوا الإعادة، شوفوا التوزيع، رجعت الكرة ومشيت القائم الثاني يعني بنفس الطريقة تقريبا، الإمضاء عفيف الجبالي والإعادة أمامكم، لاسيس للتوزيع كان من فراس الماكلي، رأسية على يسار الحارس الجزائري سيد دعس، يعني صورة مطابقة الأصل لهدف المنتخب الجزائري في القائم الثاني بتسديدة رأسية، 1-1 لمنتخب بين تونس والجزائر. 1-1 هدف عندك وهدف عندي، والمهم أن المنتخب عدا في المباراة إن شاء الله ثلاث أهداف الكل يجيو عندك في الشوط الأول على الأقل، عدا في المباراة يعني 1-1 على الأقل، ندخلوا الشوط الثاني إن شاء الله بمعنوية أفضل على الأقل مع 1-1، قد تتغير المعطيات وقد يغير يعني محمود باشا وايضا عماد المهذبي من بعض الخطط التكتيكيه ليعود المنتخب لانه قادر على العوده في المباراه. هذه كره خطيره للمنتخب رمضان، ما فماش رايه خطيره الكره ليكون الثاني، فما رايه متاخرا نسبيا، متاخره ما نعرفش فاش قاعد يستنى، يعني وصل اللاعب للكره ومن بعد باش يهز. سنعيد المشاهده بالتاكيد لانه تسلل فيه وعليه في الكره الاخيره من جانب المساعد الاول سيف ناصر باسم. هذه وقت الانطلاق الكره، ترى وقت اللي خرج متقدم للامانه متقدم مهاجم المنتخب يسري حمزه متقدم، والمنتخب نرجو ان يتقدم في الشوط الثاني مع نصائح محمود باشا اللي عنده خبره مع منتخبات الشبان منذ سنوات طويله، بحذاه عماد المهذبي كذلك من عناصر المنتخب سابقا، ان شاء الله في فتره ما بين الشوطين يعطيوا نصايحهم للملاعبيه باش يتغير وجه المنتخب، لانه في شوط اول ما لعبناش بنديه، ما كناش امام منتخب جزائري متميز جدا في الحقيقه، خذا علينا الاسبقيه في اكثر من مناسبه. ان شاء الله في الشوط الثاني تروشيك يكون موجود بلغة الكرة باش منتخبنا يرجع، وهو قادر على ذلك خصوصا الكرة الثابتة كما كنت تحكي شكيب، مع بدأ توافد الجماهير هنا، هذا أشيو على الصورة مساعد المنتخب الجزائري، أشيو طبعا صاحب الهدف الشهير في صفاقس ذات يوم من سنة 2004 ضد المنتخب المصري، وننتظر عودة اللعب في ثواني أخيرة من الشوط الأول. دائما 1-1 بين تونس والجزائر. هو حتى المدرب المعروف في تونس في الأوساط الرياضية في تونس رشيد بن حوت شفناه موجود رمزي، واللي كانت عنده تجربة في تونس مع الأولمبي الباجي، مدرب جزائري شهير معروف رشيد بن حوت، قاعد يتابع في هذه المباراة على مدارج ملعب الأولمبي ميرادس. 1-1 مشاهدينا على القناة الوطنية الأولى، الهدف جاء بإمضاء عفيف الجبالي في الدقيقة تقريبا 46، دقيقة 45 زائد 1 في الشوط الأول، هدف كنا نبحث على أهداف في مباراة، تو نبحث على أهداف في الشوط الثاني إن شاء الله في الشوط الأول يجيش هدف ثاني، كانت فرصة لصالح المنتخب، لكن كان فما تسلل رفع على إثر الحكم المساعد الأول الراية بقليل من التأخير، هذه مخالفة واضحة، فما دفعة من حسام القطفية حامل قميص رقم 7 أمام. انت حكيت على رشيد بلحوت طبعا، وهو موجود في تونس في ضيافه صديقنا والمدرب فتحي العبيدي، قاعدين يحضروا الزوز في شهاده اليوفا برو طبعا، في تربصات عديده ما بين اوروبا وتونس كذلك. ان شاء الله بالتوفيق لكل المدربين التوانسه
في هذه الامتحانات في تجاربهم الرياضيه، وهذا طبعا يرجع بالنفع اولا واخيرا. نرجع للرياضه التونسيه، ترجع الكره من جديد لصالح المنتخب التونسي، تسديده ازدواجيه. ايش يقول الحكم الليبي؟ يقول نهايه الشوط الاول في مباراه تونس والجزائر بتعادل الفريقين هدف لهدف، هدف اول عن طريق اللاعب الجزائري زين الدين بن عيد، ثم جاء هدف التعادل عن طريق اللاعب عفيفه الجبالي في اواخر هذا الشوط الاول. 1-1 خير من واحد شيء، نرجعوا بها لحجرات الملابس وللحديث بقيه شاكيب ان شاء الله مع انطلاق الشوط الثاني. منتخبنا قادر على تسجيل زوز اهداف ان شاء الله، تخلينا على الاقل نعيد سيناريو مباراه الذهاب في الاثناء. طبعا اذا كان فما استجوابات مع زميلنا اميره الزيتوني على حافه الميدان لا يقولوا لي. طبعا نعود الى استديوهاتنا المركزيه، نرجع قبل ما نرجع لاستديوهاتنا نرجع للاهداف الذي عاد لمن فاتته زوز اهداف. هدف المنتخب الجزائري في الدقيقه 14 عن طريق زين الدين بن عيد، امامكم حامل القميص رقم 13 لان الكره تجاوزت الخط النهائي، وهدف التعادل لصالح المنتخب التونسي بعد توزيع من فراس الماكني وتسديده راسيه من عفيف الجبالي، الاعاده من زاويه اخرى. شوفوا التوزيعه كانت بداخل الرجل وراسيه على يسار الحارس الجزائري سيد دعس. 1-1 بين تونس والجزائر في الشوط الاول من هذا اللقاء لحساب الدور الاول، اياب الدور الاول تصفيات كاس افريقيا الامم النيجر 2019. مشاهدينا الكرام، نلتقي مع بدايه الشوط الثاني من هذا اللقاء. إلى اللقاء، أجمل تحيات رمزي القلاي وشاكيب الخويلدي.